السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل. لدينا أول ملف مشاهدينا الكرام، وهو استمرارا للأحداث الجارية الآن في العراق. ناشطون ومتظاهرون من ثورة تشرين دعوا جميع العراقيين إلى ضرورة عقد مؤتمر لانبثاق جبهة وطنية تضم جميع القوى والنخب والشخصيات الوطنية وكافة أطياف الشعب العراقي. أوضح الناشطون والمتظاهرون من ثورة تشرين الذين سيظهرون الآن في المقطع أن عقد مؤتمر وطني شامل هدفه اتخاذ موقف موحد لرسم خارطة طريق لإنقاذ العراق من خلال حكومة إنقاذ وطني تتبنى إنشاء عقد اجتماعي جديد لكتابة دستور جديد للبلاد. لنستمع لحديثهم. منذ انطلاق ثورة تشرين وما قبلها ونحن نطالب بتغيير النظام السياسي القائم والتخلص من الأحزاب التي عاثت بالبلد الدمار والفساد، وبعد التضحيات الجسام لأبناء الشعب العراقي استطعنا خلخلة أركان النظام، وإن ما يمر به العراق اليوم من منعطف خطير بعد فشل الأحزاب السياسية في إدارة الدولة وانتشال البلد من معاناته ووصول الحال بين القوى السياسية المتصارعة على السلطة بطريق مسدود قد يجر البلد إلى صراع واقتتال داخلي بين أبناء الشعب العراقي الواحد. وانطلاقا من المسؤولية الوطنية، اجتمع نخبة من الوطنيين أبناء الشعب العراقي المطالبين بالتغيير من مختلف محافظاتنا، وتم الاتفاق على ضرورة عقد مؤتمر وطني لانبثاق جبهة وطنية تضم القوى المدنية والنخب والشخصيات الوطنية وأبناء الاحتجاج وكافة أطياف الشعب العراقي للخروج برؤية مشتركة على قدر المسؤولية واتخاذ موقف موحد لرسم خارطة الطريق لإنقاذ العراق من الوضع الراهن بحكومة إنقاذ وطني تمهد لكتابة دستور جديد. عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! عاش العراق! خلونا نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات اللي وردت بشأن هذا المقطع في موقع فيسبوك. عندنا تعليق من علي يقول: بارك الله بكم، ندعو الله سبحانه وتعالى تنحل الأمور بدون دماء. عندنا تعليق من بغداد سالم يقول أو سليم يقول: حي الله كل عراقي شريف ينضم لهذه الثورة الصادقة النزيهة، ثورة الحق والانتصار على الباطل. تعليق عندنا من أحمد يقول: مشروع ضروري في الظروف الراهنة حتى تجتمع الكلمة بدل التفرق والتشتت والتشرذم. عباس يقول: خطوة يراد لها بعد خطوات، اتفقوا جميعا كل المطالبين بالتغيير ولتكن لجنة مشتركة من كل القوى بالاتفاق مع المعتصمين، الشعب ينتظركم. طبعا مشاهدينا الكرام، الموضوع الأساس في هذه الحلقة هي تطورات الوضع في الساحة العراقية بشأن المظاهرات التي دعا لها مقتدى الصدر وتظاهرات التيار داخل البرلمان. طبعا خرج صالح محمد العراقي المقرب من مقتدى الصدر والمسمى في موقع تويتر وزير القائد بمطالبة المتظاهري التيار داخل البرلمان بالانسحاب من داخل القاعة من داخل البرلمان والتظاهر والاعتصام بالمحيط محيط البرلمان. هنا السؤال أنه ما تفسير هذه الخطوة من مقتدى الصدر بسحب متظاهريه من داخل البرلمان والاعتصام والتظاهر فقط في محيط البرلمان؟ وطبعا رأيكم بالأحداث الجارية الآن أيضا بصورة عامة. نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم. ويانا السيد أبو ياسين من بغداد، تفضل يا أبو ياسين. السيد أبو ياسين من بغداد. ألو، حياك الله يا أبو ياسين. السلام عليكم اخوي، تحياتي لك لقناة الرافدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. اخي انا اريد طبعا افهم ان الشعب اكو شعب نايم، شعب العراقي. اخي هاي مسرحية،
هاي سووها على اساس ثوره، لان هم سمعوا اكو ثوره، يعني خافوا من حزب البعث راح يرجع، فلهذا سووا هاي الهوسه يلحون بها الناس. اتفاقيه بين منو اللي سوى هاي الهوسه تقصد؟ منو بالتحديد يا ابو ياسين؟ منو بالضبط اللي قاد هذه المسرحيه اللي دا تقول عليها؟ اخي هاي المسرحيه انا اقول لك هم كلهم خافوا، لان خافوا يقول لك راح تصير ثوره، وصار عندهم علم يقول لك راح يرجع حزب البعث. وحتى هذا الكلام مال حزب البعث يعني بصراحه الناس اليوم من تسمع تضحك عليه، وين بقى شيء اسمه حزب بعث أخي اليوم؟ أخي اليوم أخي اليوم من نشوف القوانين اللي اقرت وسنت بعد 2003، الاجتثاث وغيرها ومحاربه النظام السابق وازلام البعث ومن هاي التوصيفات والتسميات، ما بقى اي اثر للنظام السابق ولا لهذا الحزب، هذا الحزب انقرض واندثر الان، ومن بقي منه هي اجزاء بسيطه لا تؤثر على الساحه مثل هاي الأحزاب الموجودة اليوم اللي أسست دول عميقة داخل العراق. برأيك هاي فعلا مسرحية لو أكو حقيقة صراع أو شرخ حدث ما بين الأحزاب الحاكمة؟ ألو وياك يا أبو ياسين. أخي أستحنا نعوف حزب البعث، بس يقول لك راح تجي حكومة وطنية، هم يخافون منها غض النظر عن حزب البعث. حتى هو صدر على المنصة ينباب الشرجي على مطعم السبير، يعني مبين هو خايف، يقول احنا ما نريد عوده البعث، واحنا فاخي سووا هاي مال المظاهرات، والله هاي المسرحيه هاي على مود يلهون الشعب، يريدون على مود يعود يخبطون يعني الشعب. انت بس سؤال ابو ياسين، انت تتحدث عن مظاهرات التيار فقط انه هي مسرحيه، لو حتى المظاهرات اللي خرجت من الاطار التنسيقي؟ اخي كلها عاد ثوره مال تشرين، كلها هاي المظاهرات، كلها هاي مثل ما يقول اكو. بس اليوم ابو ياسين احنا اليوم دا نسمع ونشوف بانه لغه التصعيد الموجوده بين الاطار والتيار عبرت مرحله التمثيل، اليوم صار اكو اتهامات متبادله، اليوم الاطار التنسيقي عنده وصف لما يحدث بانه هو انقلاب مشبوه، هاي توصيفات ما كانت تظهر سابقا عندما تحدث خلافات سابقة، ما كنا نسمع هذه الأمور، ما كانت تطلع مثلا أتباع للإطار التنسيقي في المظاهرات وشخصيات يقولون بأنه هذا انقلاب ينفذه الجبناء. طيب هذه توصيفات ما كانت تظهر في السابق حتى نقول أنه هي مسرحية، هذه أمور جديدة، تتوقع بأنه فعلا هي مسرحية؟ اخي انا اقول لك مسرحيه يا اخي، مو قلت لك هم خافوا من التغيير. طيب خافوا من التغيير، راح يجيهم تغيير شامل، كلهم راح ينكمسون. نعم. فقلت لك لهذا لهو الشعب، هو اقول لك هو هي شلون احنا عرفنا هم كلهم ايد واحده؟ من صارت ثوره تشرين، مو هي قبلها بسنتين قبل ثوره تشرين، هم كان المقتدى يتعارك ويا المالكي، والعامري يتعارك ويا الفتح علي، فمن صارت الثوره مال تشرين كلهم صاروا ايد واحده ضد هاي الثوره. عرفوها ثورة وطنية. نعم وصلت فكرتك أبو ياسين، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت معنا من بغداد، ويانا السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد. تحية لك أستاذ محمد عزيز وإلى قناتك الوطنية الحرة وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أنا قبل أربعة أيام سمعت الدكتور العزيز دكتور مثنى حاتم الظاهري، نعم، ذكر أنه بس لا تنتهي، ما معناته بس لا تنتهي بوس عمك بوس خالك وهذه إلك وهذه إلي وكما كنت. لأنه أي اعتصام وأي مظاهرات يجب أن تحدد بسقف زمني ومطالب محددة. كل ما طول هذه المظاهرات وهذه الاعتصامات معناتها راح تتسوف وبالنهاية راح تفقد مغزاها. لأنه السيد مقتدى الصدر عنده تجارب سابقة، يدخل البرلمان ويطلع، وعنده مرة يقول أنا ما أدخل بالسياسة وأنها شعف نعلي مدري شنو، ومرة يرجع أنا لا ما أعرف شو اسمه، فلذلك هذا الرجل ما أثق به أنا. لكن 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 في نفس الوقت يعني عندك القيادي بالتيار جابر الخفاجي يقول لا نقبل بأي حلول ترقيعية ولا الجلوس على طاولة مستديرة، ولا بد من تغيير جذري، هذا قيادي في التيار الصدري، يعني هذا رد يأتي على ربما وجهة نظر حضرتك بأنه
ما يحدث الآن من وجهة نظر هذا القيادي في التيار الصدري أنه لا، إحنا ما راح نقبل بالحوار ولا الجلوس على طاولة حوار، الهدف هو تغيير جذري. برأيك ما هي الأدوات التي يمتلكها الصدر الآن لإحداث هذا التغيير؟ وهل هو من حيث الظاهر الآن جاد بهذه الخطوات؟ نتمنى أن يستمر في هذا وازدياد عدد الملتحقين بهذه الثورة التي تسمى ثورة، ولأنه إحنا شو نتمنى؟ هذا القوم اللي صار له 19 سنة هذه الشلة الفاسدة كافي، لأنه من سيء إلى أسوأ، والبطالة والله الله يحرر سجناء المغيبين، الله يرحم الشهداء اللي راحوا للا شيء سواء أنه لرغباتهم. بس أنا أريد نقطة صغيرة أذكرها، أنه ذولا تمسكهم بإيران لأن يدرون إذا أمورهم ساءت ماكو غير إيران تلفيهم، لأن من يلفيهم؟ أي دولة ما تلفيهم غير إيران، فلذلك متمسكين بإيران. والدليل هذه العامري عنده تسجيل واضح على الفيديو يقول سنقاتل العدو بأمر الإمام. يعني يا زمان واحد يقول على شعب عدو يصير مسؤول بهذه، يعني أنت فتحت حضرتك موضوع هذه العامري، عندي سؤال. اليوم دنشوف أنه أكو تغريدات وسم هو هاشتاج في موقع تويتر روج له الإطار التنسيقي، في مقدمتهم قيس الخزعلي، يمدحون بهادي العامري ويمجدون به، وكأنه الموضوع هو عملية وضع هادي العامري بالصورة ويعني دفعه إلى الأمام ليصبح هو أو ربما يأخذ مكان المالكي، هكذا يرى البعض. برأيك هل من هذا الحديث أو من هذه التصرفات أنه يمكن نفهم أن هناك خلاف داخل هذا الإطار التنسيقي، أن هناك اختلاف على الشخصية التي تقود الإطار، ربما التسريبات المالكي اللي طلعت أثرت على وجوده على مكانته بالنسبة للإطار وأصبح لابد من تصدير شخص آخر للقيادة؟ تتوقع أنه ممكن يكون أكو خلاف داخل الإطار التنسيقي؟ بالتأكيد أستاذ، بالتأكيد أستاذ محمد، دول عمرهم ترى ما متفقين، لأنه هم كل واحد أدى عقدة الأنا. يعني حزب الدعوة أول ما كانوا قائد واحد صاروا أربع قواد وتفرقوا بيناتهم. هادي العامري تدري مصلحته الآن موجود مع الإطار، موجود مع الإطار، شافوا أكو غزل بين السيد مقتدى الصدر وهادي العامري، فحاولوا يقدموا له تنازلات من أجل أن لا يروح للخط الآخر، أو تطلع مثل ما ذكر العزيز دكتور مثنى حارث الظاهري أنه كل عملية مفبركة، بوس عمك بوس خالك وانتهى كل شيء. طيب أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا، وصلت الفكرة. ويانا أبو عبد الله من أربيل، تفضل يا أبو عبد الله. ألو، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك وبالمشاهدين والمستمعين، حياكم البطل. الله يسلمك. أستاذ أنا قبل مدة انقلت. نعم. سياسيين عندنا منافقين درجة أولى، مو درجة أولى، درجة ممتازة، يعني شلون ما يردون يسووها أستاذ بابا. أنا تصوري هاي ما دخلت البرلمان وتصريحات حميد الهايس إحنا طريق المطار قاطع، مستشارين الكاظمي وجيب ودي، يعني هل شغلات كلها جسوا هم بعدهم شغلة واحدة بس أستاذ، هم يردون يصدرون حسن نصر الله جديد بالعراق. اللي هو منه؟ السيد مقتدى الصدر. شلون؟ طبعا ما حد ما يتعرض له هنا كودن ابن سيد وجد الإمام. شلون وصلتك وصلتك هاي القناعة يا أبو عبد الله؟ أستاذ هم يردون شغلة واحدة والله، أنا أنت يعني بس قبل هاي، هم منو بالضبط اللي يردون اللي يريدون يسوون مقتدى مثل حسن نصر الله؟ أستاذ صبعتين عندهم ميليشيات، هذا عنده سلام وهذا عنده شو يسموه المقاومة، يسموه هم قوتين موجودين أستاذ. نعم. يريدون يوحدوها، شلون يوحدوها؟ هسه شو يطلبون؟ هسه شو يطلبون بابا؟ أنا متأكد الشغلة هاي راح يرجعون أعضاء البرلمان بالكتلة الصدرية، يرجعون للبرلمان طبعاً يقولها. طيب. شغلات الدستور ضاربين كلا هم، أنا متأكد راح يرجعوه يصيرون كتلة كبيرة هم، يعني شو يسوون؟ يحكمون على الكرد وعلى السنة.
هذا الكلام، هذا الكلام وهذا الاستنتاج بنيته على شنو بالضبط؟ لان احنا عندنا هسه على ارض الواقع معطيات مخالفه ربما للي دا تتفضل به. يعني ربما ربما الصراع التصريحات الموجود اليوم ما بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري يفند هذا الكلام انه لا، الان اكو صراع، اكو اختلاف. لغه الخطاب اللي موجوده بيناتهم وبين انصارهم مختلفه عن السابق. اليوم اكو تهم متبادله، اكو تنابز بالالقاب، اليوم اكو شخصيات موجوده بالاطار التنسيقي تصف هذه المظاهرات بالانقلاب الجبان، الانقلاب المشبوه، اليوم اكو توصيفات تطلع من الطرفين على الاخر. يعني الموضوع تعدى فكره الخلافات الطبيعيه اللي كنا دائما نشوفها، اليوم اكو تصعيد مختلف. بس اريد منك تعليق بسيط على الخطوه اللي قام بها مقتدى، اللي هي قضيه سحب متظاهري الى محيط البرلمان ويتظاهرون ويعتصمون مو بالداخل، ليش برايك؟ انا اعطيك تاكيد واحد بس، انا استنجدت هالشغله من عندها. تذكر السيد الصدر لما نعطى تغريده ليش قال؟ قال ايران ما ضغط عليها، بس اللي ضغطوا اذرع ايران. يعني شنو الحكي هذا؟ شنو ايران ما ضغط عليه واذرع ايران؟ زين انا اذا اسوي شغله ايران اذا ما ضغط عليها اذرع ايران، شلون تقدر تضغط عليها؟ اذرع ايران هي منه اللي هم يتمرون بالولي الفقيه، صح؟ شلون ايران ما ضغط عليه؟ يعني ايران ما هددت، ايران ما ضغط عليه، بس اذرع ايران ضغط عليه، شنو اذرع ايران؟ ايران اذا صدق ما ضغط عليك تقول له بقعد، صح؟ طيب يعني انت برايك باختصار ابو سيد ابو عبد الله، باختصار هل نعم. هل ما يحدث الان خطوه جاده برايك من وجهه نظرك الشخصيه، هل ما يحدث الان من قبل التيار الصدري، بس خلينا نكمل، من قبل التيار الصدري خطوه جاده نحو التغيير الحقيقي، ام انها عمليه للضغط من اجل استحصال امتيازات واتفاقات جديده؟ بالضبط بس يضغطون عليهم على مود يحاصرون الكرد والسنة. طيب انا اشكر حضرتك ابو عبد الله من اربيل، شكرا جزيلا، وصلت الفكره. ويانا ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي، حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اتكلم من اخر نقطه، اخر نقطه حكيتها ويا الاخ هو هل مصالح؟ لا، مقتدى لو يريد مصالح كان قدر اخذ مصالح من هو كان ببرلمان. لكن اليوم المساله مساله اقصاء. نعم. يعني مقتدى اليوم قال انا المالكي بعد ما يصير بالحكم، ترى هي لا ثوره اصلاح ولا ثوره تعديل دستور ولا ثوره مؤسسات، لان اساسا مش يعني مو معقوله يكون. بس علي صوتك، علي صوتك يا ابو علي. هاي تسمعني علي اوكي؟ اسمعك نعم. فاقول لك مو معقول الشوم اليوم والترياب كاس واحد. يعني هم فاسدين، هم اللي لعبوا بالدستور وما يحترمون الدستور. وهم شاركوا بحكومات الفساد، من معقول يكون؟ طيب هذا الكلام ماشي نعم. سيد ابو علي، هذا الكلام ما نختلف عليه، لكن الخطوه الان اللي يقوم بها مقتدى الصدر خطوه جديده ربما مختلفه كانت عن السابق. قبل بالمظاهرات كان يخرج يدعو الى الاصلاح، لكن اليوم الدعوات الى تغيير جذري بحسب هو وبحسب كذلك قياداته. اذا هنا الموضوع نوعيه المطلب ونوعية الشعار اختلفت عن السابق. إذن هنا نحن نتساءل، هل هذا أمر جاد يحتاج إلى التمعن به والتفكر به، أم أنه من وجهة نظرك طبعا أنه قضية مشابهة لما سبق؟ لا، هي بالشعارات ما مشابهة لما سبق، لأن هو دعا للإصلاح وما صار إصلاح. طيب. واعتصام وما سوى شيء. لكن هي اليوم مو تغيير جذري، وإنما تغيير، تقول تغيير جذري بالأحزاب الشيعية والمكون الشيعي. يريد مقتدى يكون هو الأقوى بالشيعة. لو تلاحظ أن الإطار الآن قسمه قسمين، قسم للمواجهة هو المالكي والخزعي، وقسم للوقوف بالحياد مثل العامري والحكيم. حتى مقتدى نفسه من كان البرلمان قال تعالوا أنتم وياي عوفوا المالكي وشكل حكومة، يعني نفسه حكومة محافظة بس مجرد أن يغسل المالكي. طيب. مثل ما قال الأخ هو يريد يكون نصر الله للعراق سواء لمقتدى، لكن يريدهم يحكوا يعني يكون هو الحقيقة الأحداث اللي جرت خلال الأيام الماضية أثبتت توجهات بعض الشخصيات اللي تفضلت بذكرهم، اللي هم عمار الحكيم وهادي العامري.
عمار الحكيم ظهر في لقاء تلفزيوني وبين الجهة التي يقف بجانبها، تحدث أنه محمد الشياع السوداني مرشح الإطار ولا يمكن الاستغناء عنه، وما نريد نستغني عنه لأنه ممكن تخرج أصوات ومظاهرات أخرى تطالب بإبعاد المرشح الذي يلي محمد الشياع السوداني. يعني الكلام أنه هو ماخذ جانب الإطار التنسيقي. عندك هادي العامري أيضا رد عليه وزير القائد مثل ما يسمى صالح محمد العراقي بأنه أنت يوم اللي ردنا منك نسوي إصلاح ما كنت جاد في هذا الموضوع. إذن هنا أكو نوع من الإشارة إلى أنه هادي العامري أيضا من الجهات التي تقف مع الإطار بالموقف وكذلك بالتصريحات. إذن هنا احنا نسأل أنه هل مقتدى الصدر اليوم فعلا يعني يريد تغيير وينظر الى الشخوص بحقيقتهم، ام انه يعني هاي بالنهايه مسرحيه مثل ما تفضل بعض الشباب بعض المتصلين وقالوا بانه هاي مسرحيه نهايتها ستكون جلوس على طاوله حوار والتفاوض بشان المصالح؟ شنو رايك؟ هذا صحيح، هم يقعدون على الحوار عليها المالكي لو ما يقعد عليها ما اعتقد راح يقعد عليها المالكي. طيب. والله العامري بما متاح او انهم اساسا يقفون بس مع مقتدى لكن ما يشاركون بحكومه بس لان ايران تريد من عندهم ايد. هم ترى اخر شيء بالنهايه قرار بيد طهران، ترى مو بيد العراقيين الموجودين الشيعه. سيد ابو علي من واسط انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا. طبعا هي ايضا هو سؤال يعني ناخذه من كلام السيد ابو علي من واسط انه هل ما يحدث الآن هو مساعي من التيار الصدري لتغيير حقيقي أم أنها من أهدافها الرئيسة هي ضرب نور المالكي وإقصاء نور المالكي كشخص، وبالتالي تنتهي مشكلة التيار ويعود مرة أخرى إلى سابق عهده بالتفاوض والجلوس على طاولة حوار مع الآخرين؟ هل المشكلة بالمالكي شخصيا أم المشكلة بمن ينضمون ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي من هذه الأحزاب وهذه الجهات التي تتهم بتدمير العراق وهي التي تشار لها أصابع الاتهام أو تشير لها أصابع الاتهام بالفساد وسرقة البلد ونهب ثرواته؟ عندنا أبو علي من أبو غريب، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم، حياك الله يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. والله يا أستاذ هذول بدون ما يظاهرون يومية، هل يظاهرون على أبو تركيا ويفتح المي؟ صارنا خمس أيام ما عندنا مي، إحنا أهل أبو غريب. نعم. هل يظاهرون على المي؟ العراق كله ما عنده مي وما عنده كهرباء وما عنده يعني شيء، على قولة أبو المثل بدال هاي المظاهرات على البرلمانيين. نعم. أردوغان ها ويقولوا له افتح المي افتح الكهرباء يا اسلام، بدل هالمظاهرات هذول اللي انهزموا البرلمانيين منا هم ومحمد الحلبوسي، واحد انهزم للاردن، روحوا دبروا حالكم دبروا حالكم لزمتوها من 1900 من صار لكم 20 سنه لا سويتوا خدمه لهالشعب، لا سويتوا مي، ظهروا يم السفارة التركية ظلوا تظاهروا وفتحوا المي. طيب سيد أبو علي أبو غريب ما تتعطش يا عمي. نعم. سيد أبو علي حضرتك طرحت المشكلة وطرحت كذلك الأسباب اللي أدت إلى هذه المشكلة. أنت بالنهاية قلت بأنه صار لكم 20 سنة ما قدمتوا شيء. إذا نحن نرجع ونقول بأنه أساس المشاكل هي حكومات ما بعد الاحتلال، هذه الأحزاب التي حكمت ولا تزال هي التي أوصلت البلد إلى ما هو فيه. موضوع الكهرباء مو شأن تركي، موضوع الكهرباء شأن عراقي. وزارة الكهرباء صارفة 100 مليار دولار. سؤال الله يخليك وجاوبني علي. تفضل. الله يحفظك إن شاء الله. الله يسلمك. وينصرك على أعدائك. الله يبارك. يا النبي محمد والرحمة لها اللي قتلهم تعرف. تفضل. الله لا يوفقه والله لا ينطي العافيه. زين اللي انهزموا منا صاروا مثل النعامه هذول البرلمانيين
كل واحد لقى له دوله وحضراته تروح على اردوغان حاسبه. طيب وصلت فكرتك ابو علي من واصل، شكرا جزيلا. نعم اشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ردا سريعا على السيد ابو علي من واسط، نقلا على لسان وزير الموارد المائيه العام اللي فات سنه 2021 شهر السابع، وزير الموارد المائيه كان في محافظه ديالى وتحدث عن المياه القادمه من تركيا ومن ايران. قال الوزير بان ايران قطعت المياه تماما عن العراق وحولت مجاري الانهر الى داخل الاراضي الايرانيه، وهي تمثل نسبة 18% من مجموع المياه التي ترد إلى العراق. في المقابل وزير الموارد المائية في حكومة مصطفى الكاظمي السنة اللي فاتت شهر 7 قال بأن الجانب التركي يقوم بعملية ضخ المياه إلى العراق بشكل طبيعي، وتركيا تقبل المفاوضات مع الجانب العراقي وتقبل الجلوس على طاولة حوار عكس الجانب الإيراني الذي يرفض تماما ويتحجج بذرائع مختلفة في سبيل الابتعاد عن الجلوس على طاولة حوار مع العراق. إذن هذه الجزئية المتعلقة بالمياه. طبعا أكو السدود، مشكلة السدود هذه مشكلة طويلة ولا يسع البرنامج أن نتحدث فيها، لكن هو أيضا ملف تتحمل حكومات الاحتلال مسؤولية الإهمال والتقصير في هذا الجانب. نجي لجزئية الكهرباء، وزارة الكهرباء هي الجانب المعني وحكومة بغداد هي الجانب المسؤول عن عدم وصول الكهرباء لحضرتك وباقي العراقيين. ليش؟ لأن العراق أنفق 100 مليار دولار بحسب وزارة الكهرباء، 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء من عام 2003 لغاية اليوم، والمنظومة من سيء إلى أسوأ. السؤال يوجه إلى هذه الحكومات، هاي الفلوس وين راحت؟ ليش ماكو كهرباء؟ وليش أبو علي وغيره يعانون لغاية الآن هم في عام 2022؟ يستمر حديثنا مشاهدينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم بشأن تطورات الأحداث في العراق. ما رأيكم بما يحدث الآن في الشارع؟ ليش مقتدى الصدر طلب من أنصاره أنه يتظاهرون في محيط البرلمان فقط وينسحبون من البرلمان داخلا؟ هل الهدف منه هو البدء للتحضير للجلوس على طاولة حوار، أم هناك أسباب أخرى دفعت التيار الصدري إلى سحب تظاهراتهم إلى محيط المنطقة الخضراء؟ كذلك عندنا نسأل سؤال مهم للغاية مشاهدينا، وهذا السؤال هو اللي أتمنى من حضراتكم المشاركة للإجابة عليه. العراقيين اللي قاطعوا الانتخابات نسبتهم تقدر ب 85% بحسب أياد علاوي وكذلك شخصيات سياسية موجودة. الانتخابات الأخيرة قطعت بنسبة 85% من العراقيين اللي حق لهم التصويت. اليوم هل المواطن العراقي مطالب بأنه هو يتخذ موقف حاسم بشأن الأحداث الجارية اليوم في العراق ويخرج من أجل إثبات الموقف وكذلك وضع حد لهذه المعاناة المستمرة صار لها 19 سنة واتخاذ موقف بالتظاهر والاحتجاج وكذلك ملء الشوارع في سبيل أنه إزاحة هؤلاء الفاسدين، أم المواطن العراقي عليه أن يبقى في المنزل يتفرج ويشاهد ما الذي يحدث؟ بالنهاية شنو رأيكم؟ هل هذه فرصة برأيكم، فرصة كما وصفت من البعض فرصة ذهبية من أجل استرداد الحقوق، أم أنها صراعات ما بين الجهات وعلينا أن لا نتدخل ونبقى نشاهد؟ عندنا اتصال. السيد رعد من واسط، تفضل يا رعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك عيني؟ حياك الله سيد رعد، أهلا وسهلا. أهلا بك عيني، مرحبا عيني. على مود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يابا احنا ذاك اليوم صارت انتخابات في ايران. اي. هم اجى عراقي ودخل بانتخابات ايرانية. سيد رعد، سيد رعد. نص نص اسمعني اسمعني لو سمحت، نص صوت التلفزيون. نص صوت التلفزيون على الأخير واسمعني من الهاتف فقط. نعم ذاك يوم يوميا فيلق القدس، خاف فيلق القدس يوميا شيد هنا بالعراق. طيب هاد فيلق القدس. نعم احنا وقت اليوم يوم ايران ينزل هنا هسه يزعلون عليك الاطار التنسيقي، يقول لك ليش دا تحكي على الجاره؟ هاي الجاره اللي وقفت ويانا بوقت الشدايد. يا جاره دمرونا، خلونا بالقران الطحين ب 50 بطل. نعم تروح من وراء ايران دمرتنا.
اليوم اللي والله. اللي يريد يطالب بانهاء الوجود الايراني في العراق، ليش تشن عليه هاي الهجمه من قبل بعض الاحزاب الموجوده في العمليه السياسيه؟ انه انت ليش تنتقد ايران؟ ايران ايش سوت لك؟ ليش ما تروح تحكي على السعوديه والكويت وتركيا؟ ليش جاي تحكي على ايران؟ هل معقوله بانه اليوم اكو، هل معقوله بانه اليوم اكو من يعتقد بان دول اخرى لديها نفوذ اقوى من النفوذ الايراني في العراق؟ وهي كلها سبب، كل الدمار كله ايران. نعم، هي الدمار هي كلها ايران، والاحزاب جاي تدفع فيها وميليشياتنا وكل شيء ما مستفادين. رايك باللي دا يصير في المنطقه الخضراء؟ اليوم مقتدى الصدر سحب تظاهرات التيار الى محيط البرلمان. برايك ليش هاي الخطوه صارت اليوم؟ اقول تدري والله طبينا بالبرلمان امس يعني طبينا بالبرلمان. نعم. والله نطب بالبرلمان، والله العظيم الا بعد يقول ما اطلع. ليش؟ ما تطلع. والله العظيم جامع مالتك يشتغل لك تبريد. هاي جامع طبت وظيفة يشتغل لك تبريد. نعم. طيب هسه بعيدا عن هاي الجزئية سيد رعد، بعيدا عن هاي الجزئية، تعال نتكلم على نقطة انه ليش اليوم انسحب اللي يتظاهرون داخل البرلمان، انسحبوا بأوامر طبعا وتوجيهات من مقتدى الصدر إلى محيط البرلمان، ليش؟ بس أنا ما أعرف قصدي، بس احنا اليوم بالليل. إي. نعم، بس احنا اليوم لا نظام، لا كل شيء ماكو. نعم. أنت حسب ما افتهمت من كلامك، حسب ما دا أفتهم من كلامك حضرتك تابع للتيار الصدري، يعني أقصد من المناصرين للتيار. نعم. من المؤيدين للتيار. طيب اليوم 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 الإطار التنسيقي يصف تظاهرات التيار الصدري بأنها تظاهرات انقلابية مشبوهة، وجبار المعموري هو أحد الأتباع، أحد القيادات الإطار التنسيقي، يقول بأنه هذه تظاهرات انقلابيين جبناء. اليوم برأيك ليش اللغة المستخدمة من الإطار تجاه متظاهري التيار بهذه الطريقة؟ هل فعلا ما تقومون به هو انقلاب عليهم على السلطة؟ احنا اقول لك انقلاب على الفاسدين، الدمار من العراق صار، رحم الوالدة الدمار صار 20 سنة وكل شيء ما استفاد الشعب، الفقرة هاي الأرامل وهاي كلها من وراهم. نعم. اي والله يا اخوي، بس شو تسوي بعد احنا؟ احنا طاحت بينا بعد احنا نتحمل. نعم. انا وياهم علي، وياك علي، احنا جبناهم. طيب مستمرون بالتظاهر يا رعد؟ اليوم السيد الخالي يقول يا ابا انسحبوا. طيب اليوم العراقيين يقولون اذا انسحب التيار بدون ما يحقق هاي الشعارات اللي رفعها راح يكون وصمة عار على مقتدى الصدر وتياره، لان هم وعدوا الناس بتغيير جذري. تتوقع هذا التغيير الجذري يصير؟ لا ان شاء الله يصير ان شاء الله. تمام ان شاء الله، بس هو جماعه الوالد هاي ما فكر بالشعب، يقول هاي الناس والله الجنوب والله الخرجات ما تخبر. شكرا جزيلا سيد رعد من واسط، اشكرك للمشاركه. ويانا السيده ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضرتك ولا قناتكم الشريفه ولكل العراق الشريف. اهلا وسهلا. استاذ، قبل حضرتك بالحلقه السابقه قلت انه السيد مقتدى الصدر انه ما دعا ثوار تشرين. ترى اللي بيصير هسه هنا، اذا يريد مقتدى الصدر يقوم عمليه التغيير، لازم كل اطياف الشعب العراقي ينزل. نعم. زين، كل اطياف الشعب العراقي اذا هو قرر انه يصير عمليه التغيير والانقلاب، وانه كل الاحزاب اللي موجوده في السلطه انه تخرج خارج العراق. نعم. أو يتم محاكمتهم. أو ليش؟ لأنه إذا تراجع مقتدى الصدر عن رأيه وانسحب من الساحة التظاهرات. نعم. إنه الشعب العراقي سيتفقد ثقته بمقتدى الصدر. سيد أم عبد الله، أكو نقطة مهمة حقيقة، اللي هي قضية نزول الشارع، نزول العراقيين اللي هم الغالبية، ونتكلم عن الجزئية اللي قاطعت الانتخابات اللي هم 85% من عدد اللي يحق لهم التصويت.
ذولا يراقبون، لا يزالون يتفرجون على الوضع ويراقبون المشهد، هل مطلوب منهم ان هم ينزلون حتى ينغدر بيهم؟ لو يجب ان تكون هناك ضمانات للشارع العراقي بحمايه حقوقه، باعطاء ما يستحق، بالشعارات التي ترفع يجب ان تتحقق، تغيير جذري، الغاء العمل بالدستور، حل البرلمان، هذه الشعارات اللي هي كانت ايضا جزءا من تظاهرات ثوره تشرين وشعاراتهم. الا تتوقعين بانه اليوم يجب ان يكون هناك تطمين للشارع من قبل مقتدى الصدر اذا اراد انه يكون هناك مناصره له من العراقيين، انه يضمن للناس حقوقهم ويكون جاد وصادق بهذه التظاهرات؟ استاذ، هو طبعا يعني يقدرون ينزلون، بس هو العراقيين اللي ينزلون يخافون اللي يصير سكت دماء، يعني هذا اللي احنا بنخاف من عنده، لان كلهم متحضرين الاعداء في حتى يمكن يستخدمون الهوانات وضرب المساكن بغداد ومناطق المحافظات، هذا اللي يخوف. فالمفروض انه من سيد مقتدى الصدر انه يطلب من كل الشعب العراقي انه ينزل الى الشارع ويقوم بعمليه التغيير، وهي اذا كان هو جاد بهذا. هو خرج في بيان وطالب الناس انه هي تنزل وياه والعشائر تجي وياه وكذا، لكن نرجع ونقول بانه الا يجب ان تكون هناك تطمينات اكثر ونوع من كسب ثقه الناس بطريقه معينه حتى يثقون مره اخرى بفكره التغيير الجذري؟ اليوم احنا الناس متردده، الهاشتاج بتويتر هو شعلينا وتشرين تراقب، هاشتاجات موجوده في موقع تويتر، التعليقات اللي بيها او التغريدات عباره عن انتظر خلينا نشوف ايش راح يصير. برايك هل يجب على الناس انه تنزل لو تظل قاعده ببيوتها؟ انا والله من رايي تنزل، لانه ايران قاعده تشتغل من وراء الستار مع حكومه الكردستان، انه بينطوهم شغلات اللي يحصلون بها امتيازات. طيب. لازم يوقفون ويا التنسيق، يعني هذا كله شيء يصير من وراء الكواليس. طيب، شكرا سيدة ام عبد الله، نعتذر من حضرتك، الوقت شارف على الانتهاء. عندنا طبعا مشاهدينا الكرام سؤال يتعلق بمظاهرات تشرين، المقطع اللي عرضناه في البدايه بدايه الحلقه كان عباره عن مجموعه من الناشطين والمتظاهرين من ثوره تشرين خرجوا ببيان يتحدثون به عن اجتماع، عن عقد مؤتمر، عن تشكيل لجنه وطنيه من اجل الوقوف على بعض النقاط في سبيل التغيير الحقيقي للعراق وتخليصه من الفاسدين ومن هذه الحكومات المتعاقبة. اليوم شلون تشوفون موقف تشرين أو التشرينيين؟ هل يجب عليهم أن يتدخلوا، أن يثبتوا وجودهم؟ لماذا لغاية الآن مدى نشوف موقف موحد من ثوار تشرين؟ ليش لغاية الآن عبارة عن تحركات بسيطة وقليلة من بعض الناشطين والمتظاهرين من ثورة تشرين؟ هل هم ما يثقون بالتغيير اللي يدعو له مقتدى الصدر، ام يعني الموضوع عباره عن تشتت اصبح داخل المتظاهرين بالاراء طبعا وبالافكار؟ شنو تعليقكم على ثوار تشرين وموقفهم لغايه الان؟ مدى نشوف موقف موحد ثابت واضح من قبل التشرينيين؟ ويانا معنا من البصره، تفضل. معن نص صوت التلفزيون واسمعني من التليفون فقط لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العراقيين ما صير إن... شلون؟ أي شارة ما صير إن... ليش؟ أنا أقول لك، التيار بكتر ومقتدى بكتر، هذا يقول أنا ريته وهذا أنا ريته، والله وكيلك، كل شيء ما نحصل منها إحنا الشعب ما يحصل أي شيء، بس الشعب شغلته تعبانه. برايك شنو اليوم، شنو اليوم على الشعب العراقي ان يتخذ موقف حتى يكون في الجانب الربحان؟ الو، لابد الشعب يصير عدو. يعني انا هوس الهاد وهوس الهاد ما راح نصفى. مدى لابد على الشعب شيء يصير يا معن؟ لابد يصير على جهه وحده او صدري. الاطار قصدي. نعم، طبعا هو ما ملزم الشعب العراقي انه يصير صدري، لكن القصد من كلامك انه يوقف ويا تظاهرات الصدر.
ألف رحمة الوالدين. طيب. أو الصدر أو المالك، ذول هم اثنين أو يطلعون الصدر. برأيك برأيك اليوم اليوم ويا الله ويعني. طيب سؤال سريع وأريد منك إجابة باختصار، اللي دي يصير اليوم. لا بدي يصير بد واحد. بس اسمح لي اسمح لي، اللي دي يصير اليوم. بالضبط. مقتدى الصدر يقول بأنه هذا تغيير جذري، والإطار التنسيقي يقول لا، هذا اعتداء على الشرعية الدستورية وهذا انقلاب على السلطة وانقلاب مشبوه، وإحنا ما نقبل أنه واحد يتفرد بالحكم. برأيك بالأحداث هاي اللي دا تصير، المن تعتقد أنه هو اللي يسير بطريق خلينا نقول مقنع أو قريب من الشارع، قريب من الشعب؟ القريب من الشعب لا تريده بصورة صحيحة. يقعدون على طاولة واحدة. من هم؟ بويا. الشعب راح يصير بين حانة ومانة. طيب اي الشعب راح يصير بين حانة ومانة، لا للصدق المصروفة والصافية يم الله عمي. طيب انا اشكرك سيد معن من البصرة، اللي افتهمته انه يجب على الشعب العراقي ان يتخذ موقف، ان يحدد موقفه، ان يحدد الجهة التي يعتقد بانها يجب ان يكون بصفها أو يعني يتعامل معها وفق المعطيات الحالية في سبيل الخلاص من المآسي والمشاكل اللي يعيشها العراق. عندنا السيدة أم عمر من لندن، تفضل يا أم عمر. أنا راح أقول لك مساء الخير، حتى السلام عليكم أنا أكرهك. هل قد ما هم دجالين وكذابين هل متدينين كرهتها لهاي الكلمة. هاي مالك علاقة يا أم عمر، أنت السلام السلام لله يعني. اي بس أيه. يعني هالقد ما صارت يعني بس روايه، لان اني عايشه هنا ودا اشوف انه هذول اللي يدعون بالدين لهنا اللي كل اهاليهم ونسوانهم رياجيلهم ببغداد كلهم اعرفهم واحد واحد، انا بقلب لندن قاعده. طيب حبيبي انه هاي المظاهرات ترى اختك هاي تحكي وياك، يا ما طلعت مظاهرات قبل قبل ما دعيت. انا عمري 73 سنه حبيبي، انا ما طايع على فلان ارد اقول له لا المقتدى الصدير ولا لفلان، ولا انا طالعه للشعب العراقي. نعم. ما الفلان يقول لي مقتدى او غيره ارجع، هذه طلعت لعبه. لازم يطلع كل الشعب العراقي يهتف للعراق. ما اريد اهتف اني لاي سياسي، دمرونا دمار. تدري هنا من كنت اقول عراقيه يعني يفتخرون بي، هسه ما اقدر اقول اني عراقيه لان مو عراق. حتى اللي يطلعون الجماعات هنا الانجليز، لا تقول الانجليز مو زينين، يقارنون بين الماضي وبين الحاضر، يقولون شوفوا شلون كانوا قبل الوزاره وغيرهم وشوفوا هسه. يعني كافي قل للعراقيين دول المتظاهرين يظلون هم لا يتحيزون انه انا طالع، من يقول لي مقتدى الصدر ارجع ارجع، او من يقول ها شنو اللي بتخدمه. اذا 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 حضرتك تقصدين انه لا يخضع لفكره انه وجود قائد لهذه المظاهره، العراقي هو اللي يقود نفسه يخرج لاجل العراق. عافيه. طيب اشكر حضرتك سيده ام عمر، انا اعتذر طبعا الوقت شارف على الانتهاء، شكرا جزيلا. ويانا السيد أبو أيمن من المحمودية آخر المتصلين، تفضل يا أبو أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أحييك الله يحفظك. ما أدري سيد أبو أيمن، شنو رأيك باللي دي يصير اليوم، وهل تعتقد بأنه عملية سحب المتظاهرين إلى محيط المنطقة الخضراء تأتي في سبيل تخطيط معين من قبل التيار الصدري، أم أن هناك رغبة بالجلوس على طاولة المفاوضات؟ أستاذي العزيز، الموضوع الآن هو وصل إلى مرحلة يعني إحنا نسميها بالمتداول المرحلة. الموضوع البعد مين؟ التفاوض أو حالة من حالات الرئيس اليوم الشعب كله طلع، وذاك اليوم الشعب كله طلع، فاني ما اعرف شنو هذا التاخير. طبعا سيد ابو عمر، سيد ابو ايمن، بس تصحيح بسيط. اليوم اللي نزلوا للشارع، اللي نزلوا للشارع اليوم جزء بسيط من عدد العراقيين الكلي الرافض للانتخابات ولهذه الطبقه الحاكمه. السؤال هو باختصار، عندك دقيقه واحده لو سمحت،
هل من هل من المفترض على الشعب العراقي اليوم الغالبية المقاطعة اللي هم أكثر من 85%، هل عليهم المفروض اليوم ينزلون للشارع يحددون موقفهم ويؤيدون ما يقوم به الصدر من قضية تغيير جذري؟ أن هم مو هم يسيرون خلفه، لا، الفكرة العامة، فكرة التغيير الجذري، هل على العراقيين اليوم ينزلون لإثبات هذا الموقف أم يبقون متفرجين قاعدين ببيوتهم يشاهدون الأحداث اللي تصير؟ لا سمحت للأستاذ العزيز، اليوم على كل عراقي شريف على كل عراقي شريف لازم ينطي رأيه بالموضوع، أو لازم ينطي رأيه بخارطة العراق، لأن العراق اللي هو بلد الحضارات الآن أصبحنا في موقع لا نحسد عليه بين دول العالم. أنا أشكر حضرتك، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا سيد أبو أيمن من المحمودية، شكرا جزيلا للمشاركة، أشكر حضراتكم، شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.